في بقى من مخوك من كان في السيارة من ركاب أو من الركاب مخوك ألف لام ليف أي فضة ما بشكل عام بحب اللغات، وطبعا العربية أغرب غريبة أكتر شوية من اللغات العادية مثل فرنسي أو إنجليزي، بتكون exotic شوية. حلوة. ومعلمة لغة عربية كم سنة إلك؟ صار لي يمكن 4 سنوات ونص، 4 سنين ونص تقريبا. وانت كمان تعلمتي العربية بالجامعة الهولندية؟ تعلمتها هنا في الجامعة أمستردام، وكمان في ماستريخت في معهد ترجمة، وتعلمتها طبعا في العام العربي. أنا وردة، وأنا عندي 24 سنة، وأنا مغربية، ولكن مش عربي ورفيع. Waarom leer je Arabisch eigenlijk? Ik wilde eigenlijk al een hele tijd Arabisch leren om bijvoorbeeld om de Koran te lezen. En ook omdat ik kom uit Marokko. En als je naar Marokko gaat, dan wil je toch ook goed met die mensen kunnen communiceren. En ik vind het gewoon een hele mooie taal. En toch een taal die mij lief is. Daarnaast Lugha Arabi min september fi Jamiati Amsterdam. Saba shuhur. وليش ليه عم تدرس العربية؟ إيش اللي يجذبك؟ كنت في العالم العربي في العام الماضي. في أي من الدول؟ أشتغل سافرت في المغرب وكمان في مصر، وبعدين قررت أدرس اللغة العربية لأن أريد أن أتعرف على الثقافة العربية. Ik kijk wel eens televisie. Ik vind Arabische muziek heel erg mooi. Egyptische muziek, Libanese muziek. Dus dat luister ik best wel veel. En ik probeer een beetje de Koran te lezen, maar dat gaat echt heel langzaam. Ik heb ook van die kinderboekjes waar ik wel eens in lees. Dus ik doe mijn best. وخارج الفصل بتتعلم عربي ازاي؟ اشتغل في السوق في بيفرويك. هناك الناس عربي كتير، وممكن أكلم بهم ضحكة كويسة. نعم، نحن نبتدي باللهجة المصرية، فأول نص السنة تقريبا نصف السنة نتعلم باللهجة المصرية بالكتابة الهولندية أو بالحروف اللاتينية من اليسار إلى اليمين. فبعد فترة، بعد 14 شهر تقريبا، يبتدي الطالب بالحروف العربية ويتعلم الفصحى. وليه اللهجة المصرية؟ المصري مفهوم بكل عرب تقريبا، حتى المغاربة بيفهموا اللهجة المصرية، والسعوديين كمان بسبب المسلسلات المصرية. نعم. أو بسبب التدريس بالمصريين بالعالم العربي كله.